السلام عليكم استاذ، كنسولو على الوعود الخمس الاخيره اللي عطى السي عزيز اخنوش وزير الفلاحه. انا غالبا انك طلعتي عليهم، شنو الراي ديالك فيهم بصفه عامه؟ السلام عليكم مدام. بالنسبه للوعود ديال السي اخنوش بالنسبه للعاطلين ولهذا، انا على ما اظن بان غير كتمهيد للانتخابات الجايه وكذا ولا شي حاجه، وهذا نحن كنعرفوا على السياسيين المغاربه تيبقاو يعطوا الوعود غالبا ما تيكونوا في الاوقات اللي هي تتكون الانتخابات. يعني كنقولوا حنا انتخابات، يعني تنقولوا بحال تمهيد للانتخابات. وانا ذاك الوعود اللي سمعت انا تنقول بانها غتكون ربما غير مستحيله، الا ما تكونش يعني ما تدخلت غير تيبغيو يدفعوا الشباب يعني باش تنويم كتنويم. وحنا نتمناو يكونوا وعود صحيحه وتجسد على الواقع باش الشباب يشتغل ويعني وتحل المشاكل. حنا نتمناو يعني من القلب الخالص، ولكن ما انا كنقول بان غير وعود كما قلت لك في الاول، بان اللي التمهيد للانتخابات كما قلت. واخا استاذ تفضل. واخا استاذ، ضمن هذه الوعود هذه كاين واحد الوعد اللي هو كيهم الفئه العمريه اللي انت فيها، كيقول ان ما فوق 65 سنه غادي دير لهم واحد 1000 درهم. السؤال استاذ اللي بغيت نسولك هو ان هذه الفئه هذه واش ما كانتش محتاجه هذا 60 هذا 1000 درهم قبل؟ بالضبط، وهذه كنضيفها على الوعود ديال الاولى متشابهه. هذا المبلغ اللي تيقول لو كان صحيح انا نصفق له بيديا وكل شيء ونشكره علانيه عليها. يا ريت، والاغلبيه اللي فوق 65 سنه يعني راه فات راه تقاعد، والتقاعد ما غير كافي لاغلب المواطنين. هاد 1000 درهم سنه غتلعب واحد الدور كبير في واحد العائله او اي دعم كما كنوعوا لجميع المواطنين المغاربه اللي هما محتاجين ليها، تكون واحد هذاك واحد يعني واحد الخدمه كبيره للمواطنين. كنتمنوا من القلب الخالص، يا ريت. وانا عندي شكوك في هذه الوعود هذه، ولو ان السي اخنوش يعني الاصل ديالو امازيغي من تفراوت على ما اظن، يعني انا كنعرف الناس الامازيغ تكونوا كلامهم صادق يعني 100%. هو الشعار ديالو اغرس 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 تاش لعيت، والناس كنعرفوا حنا الامازيغ، وانا راني الاصل ديالي امازيغي من ناحيه ارقانه ايدا ومحمود. تنحيي الساكنه ديال ايدا ومحمود وارقانه، وبالضبط قرية أمسة أي دريس من هالتين أمازيغي، وأنا كنعرف على الأمازيغ تيكونوا صادقين في كلامهم. على كل حال كنتمنى هاد الوعود تطبع على أرض الواقع وتكون مصلحة المواطنين واحد أنا منهم. الوعد الأول اللي كان هو ديال قال أن غادي تكون مليون منصب شغل، فكان عاود نفس السؤال أستاذ، واش هادشي ما كانش خصو يكون شوية قبل ماشي جا معطل؟ المفروض انا حيت تجي دابا شي مبادرات بحال هكذا، خص المبادرات ماشي تجي بشكل مفاجئ في واحد الوقت اللي هو تيكون فيه كاينه ازمه اجتماعيه، ازمه اقتصاديه، ازمه من جميع النواحي ديالها. وما نساوش بان حتى هذا المرض ديال الكوفيد لعب واحد الدور كبير في تازيم الوضع، وماشي غير في المغرب، في جميع دول العالم، وحنا من ضمنهم. ولكن هذه الوعود البراقه وهذه الوعود الورديه جات في هذا الوقت بالضبط، كانت المفروض تكون قبل. وكما قلت كنتمناو تكون جسد على ارض الواقع، والمواطنين المغاربه كلهم بامس الحاجه المساعده سواء الماديه او غير اسيدي ما تعطيهمش مساعده ماديه، تعطيهم غير فين يخدموا. اما بالنسبه لهاد الشباب اللي هما عاطرين دابا وكيدفعوا راسهم للقوارب الموت هذه، هذه راه في جميع الدول يعني من العالم الثالث والدول اللي عندها الاقتصاد ديالها هش. هادي ما نهضروش عليها، ماشي نبقاو نقولوا حنا غير المغرب المغرب المغرب، جميع دول العالم كاين. ونتمنوا خير حنا لهذا الوطن هذا، وبالنسبه لسيدنا الله ينصرو راه تيجتهد في العمل ديالو، كيدفع واحد الغيره على المواطنين، غيره على الدوله ديالو، غيره على الامه ديالو. كنتمنوا له التوفيق والمداد في الصحه ديالو ان شاء الله، ونتمنوا المسؤولين كاملين يحسوا بهاد الغيره ديال سيدنا الله ينصرو على هاد الوطن ويمشيو معاه في هاد المسار باش يهزوا هاد المغرب اللي هو تبارك الله مشى بزاف في العهد ديالو. انا كمواطن مغربي وعايش في المغرب كنشوف المغرب تغير بزاف بالمقارنه بشي دول يعني جاره او قول مجاره بعد من جاره، تغير بزاف.
ولهذا نتمنوا لهذه البلاد هذه كل التوفيق والتقدم ان شاء الله، ولهذا الشباب يتحقق له ان شاء الله هاد الوعود اللي قالها السي خنوش، وماشي غير وعود غير ورديه وداك غير سوى يعني المسكينات خصها تطبق على ارض الواقع وهادشي اللي كاين. شكرا.